الكثير من المعنيين دخول مجال التجارة الإلكترونية تتساءل على أي موقع أفضل أن أبدأ؟ هل أبدأ على موقع أمازون؟ هل أبدأ على موقع إيباي أو على منصة شوبيفاي؟ في هذا الفيديو سنتحدث عن موقع أمازون وموقع إيباي ونقرر أي موقع أفضل. مرحبا بك على قناة أكاديمية كامبوست، القناة الأفضل لتعلم مجال التجارة الإلكترونية وربح المال منها. أنا رضا عازم، محاضر ومستشار في مجال التجارة الإلكترونية. يوجد في موقع أمازون ميزات لا نراها في مواقع أخرى، ميزات مثل إمكانية تخزين المنتجات في مخازن أمازون، إمكانية تغليف وشحن المنتجات نيابة عن التجار، توفير خدمات إرجاع وإلغاء نيابة عن التجار، خدمة زبائن سريعة وواضحة للتجار وللمشترين على الموقع. هذه ميزات هي إحدى أسباب نجاح موقع أمازون، ولكن للأسف يوجد أيضا الجانب المظلم لموقع أمازون، وهو شدة التعامل مع التجار بالموقع. موقع أمازون لا يسامح ولا يتساهل مع التجار بالموقع. جانب مظلم آخر هو اختطاف صفحات المبيعات. هذه ظاهرة يعاني منها عدة تجار على موقع أمازون، أي ممكن أن تكون تاجر حصري لمنتج معين، وفي يوم من الأيام يأتي تاجر آخر بنوايا سيئة يدخل لصفحتك ويطردك منها لهدف أخذ صفحتك والمنتج. أيضا بخصوص استقبال المنتجات بالمخزن، علينا بشكل مستمر مراقبة الكميات. ممكن منتجات ستضيع في المخازن أو تتضرر، فيوجد لموقع أمازون الجانب المشرق والجانب المظلم. أما بخصوص موقع إيباي، أيضا يوجد للموقع جانب مشرق ومظلم خاص بها. فموقع إيباي لا يوجد مخازن كما هو على موقع أمازون، لذلك علينا الاهتمام بتخزين المنتجات وتغليفها وشحنها بنفسنا. حتى لو تعاملت بطريقة الدروب شيبينج على موقع إيباي، ستضطر لمتابعة التغييرات المستمرة التي تحصل بالمجال. ولكن من ناحية ثانية، موقع إيباي سهل جدا التعامل معه. التسجيل من الموقع وبدء البيع به يتم بطريقة سريعة وسلسة دون أي تأخيرات. الموقع سهل فهمه وكل شيء واضح، ويمكنك بدء البيع مباشرة على الموقع. أيضا الموقع شفاف، أي يمكن رؤية أي تاجر ماذا يبيع ومتى باع المنتجات وكم باع منها، فكل شيء واضح وسهل على موقع إيباي على عكس موقع أمازون. لذلك دائما نصيحتي للمبتدئين بالمجال أن يبدأوا البيع على موقع إيباي. الموقع سهل ويمكنكم بدء البيع مباشرة دون أي تأخيرات، ومع الوقت ومع اكتساب الخبرة تتوسعوا لمنصات أخرى مثل موقع أمازون. طبعا هذا فقط رأيي الشخصي، وسؤالي هو أي موقع تفضل بدء البيع عليه ولماذا؟ اكتب لي بالتعليقات إجابتك لنساعد الآخرين بالتعرف على طرق أخرى أو إيجابيات أو سلبيات أخرى. لا تنسى الاشتراك بقناة الأكاديمية لمتابعة فيديوهات تساعدك ربح المال من مجال التجارة الإلكترونية، والضغط لايك على الفيديو. بالنجاح للجميع.